السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، درسنا لليوم معادلة الدائرة من مقرر ريض 263 للمستوى الثاني الفيز والريض. نبدأ بأهداف الدرس. هدفنا الأول أن نكتب معادلة الدائرة بمعلومية نصف القطر من مواقف حياتية. أما الهدف الثاني فأن نكتب معادلة الدائرة من تمثيلها البياني. الهدف الثالث أن نوجد معادلة الدائرة قطرها معلوم. الهدف الرابع أن نمثل معادلة الدائرة على الصورة القياسية بيانيا. أما الهدف الخامس والأخير فأن نمثل معادلة الدائرة على الصورة القياسية بيانيا. نبدأ ببعض المعلومات وتذكير. الدائرة هي مجموعة النقاط جميعها في المستوى التي لها البعد نفسه عن نقطة معطاة تسمى المركز. أما نصف القطر الدائرة فهو أي قطعة مستقيمة يقع أحد طرفيها عند المركز والطرف الآخر على الدائرة، ونراه بالتمثيل البياني. ننتقل إلى سؤالنا الأول الذي يقول: هاتف لاسلكي، مدى نوع معين من الهواتف اللاسلكية 30 ميل في أي اتجاه؟ فإذا كان الهاتف يقع على بعد 4 ميل جنوب المركز الرئيس وإلى الغرب منه بمقدار 3 ميل، فاكتب معادلة تمثل نهاية حدود الإرسال مفترضا أن المركز الرئيس يقع عند نقطة الأصل. نبدأ بالمركز الرئيس. عندنا 0 و0، عند 0 و0 لأنها هي نقطة الأصل. نريد أن نعرف موقع الهاتف بما أنه قال على بعد 4 ميل جنوب المركز، إذن سأنتقل لواي بسالب 4 وإلى الغرب منه بمقدار 3، إذن الأكس بتكون عندي سالب 3، إذن النقطة بتكون سالب 3 وسالب 4. أما نصف القطر فيكون 30 ميل. نكون المعادلة، نعرف أن معادلة الدائرة قوس x ناقص الh لكل تربيع زائد القوس الثاني y ناقص الk لكل تربيع تساوي rt تربيع. نعوض بالh وبالk وبالr فتصبح المعادلة كالتالي. نبسطها بما أن عندنا طرح وسالب فتصبح موجب، إذن المعادلة القوس الأول x زائد الثلاثة لكل تربيع زائد القوس الثاني y زائد الأربعة لكل تربيع تساوي 900. ننتقل إلى الهدف الثاني وأن نكتب معادلة الدائرة من تمثيلها البياني. يقول السؤال: أوجد معادلة الدائرة في الشكل المجاور. نلاحظ من الرسمة أن لدينا مركز ونقطة على الدائرة، إذن سنعوض بالنقطة وبالمركز. النقطة نعتبرها X و Y، أما المركز فنعتبره H و K. بعد التعويض والتبسيط ستصبح صفر تربيع زائد سالب الثلاثة لكل تربيع تساوي R تربيع، إذن R تربيع تساوي 9. نكتب المعادلة مرة أخرى بالتعويض عن H عن K عن R، تصبح X ناقص الثلاثة لكل تربيع زائد القوس الثاني Y زائد 2 لكل تربيع تساوي 9. أما الآن فننتقل إلى الهدف الثالث، أن نوجد معادلة دائرة قطرها معلوم. يقول السؤال: أوجد معادلة الدائرة إذا كان طرفا قطر فيها النقطة الأولى 3 وسالب الثلاثة، أما النقطة الثانية فهي 1 و5. نتذكر أن عندما يكون عندنا قطر، هذه قطر، هاي النقطتين، المركز سيكون عبارة عن النقطة في المنتصف، ونصف القطر سيكون من المركز إلى طرف القطر عندنا. في الخطوة الأولى نوجد المركز. بما أن المركز هو نقطة المنتصف، إذن ستكون x1 زائد x2 على 2 y1 زائد y2 على 2. النقطة الأولى عندنا 3 وسالب 3، إذن الx تساوي 3 الy تساوي سالب 3. النقطة الثانية 1 و5، إذن x2 تساوي 1 y2 تساوي 5. نعوض، نأخذ الجزء الأول فيصبح عندنا 2، أما الجزء الثاني فهو 1، إذن نقطة المنتصف وهي المركز هي 2 و1. ننتقل للخطوة الثانية وهو إيجاد طول نصف القطر. نصف القطر من المركز إلى نقطة على الدائرة، فممكن نختار أي نقطة من النقطتين، وأنا بختار النقطة
أول شيء المركز هي 2 و 1، إكس 1 تساوي 2، واي 1 تساوي 1، واخترت النقطة 1 و 5، ممكن نختار النقطة الثانية. إكس 2 تساوي 1، واي 2 تساوي 5، معادلة نصف القطر جذر إكس 2 ناقص إكس 1 لكل تربيع زائد واي 2 ناقص واي 1 لكل تربيع. طبعا لو نتذكر أن هي نفسها المسافة بين نقطتين، فالآر تساوي ونعوض عن القيم اللي عندنا إياها، فتصبح الآر بجذر 17. أما الآر تربيع فبتكون 17. في الخطوة الأخيرة نكتب معادلة الدائرة بالتعويض عن الأتش باثنين، عن الكيب 1، عن الآر تربيع بال17، فبصير المعادلة كالتالي: القوس الأول إكس ناقص 2 لكل تربيع زائد القوس الثاني واي ناقص 1 لكل تربيع يساوي 17. ننتقل إلى الهدف الرابع، وأن نمثل معادلة دائرة على الصورة القياسية بيانيا. أوجد المركز وطول نصف القطر الدائرة التي معادلتها إكس تربيع زائد قوس واي ناقص 2 لكل تربيع تساوي 9، ثم مثلها بيانيا. طبعا مركز الدائرة بيكون 0 و 2، نصف القطر يساوي 3 لأنه عبارة عن جذر 9 يساوي 3. إذا نريد التمثيل البياني، نأخذ ونضع المركز في البداية، نأخذ 3 نقاط من اليمين، وثلاث نقاط من اليسار، ثلاث نقاط من الأعلى، ثلاث نقاط من الأسفل، فتصبح الدائرة كالتالي. ننتقل إلى هدفنا الأخير، وأن نمثل معادلة الدائرة ليست على الصورة القياسية بيانيا. يقول السؤال: أوجد المركز وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها x تربيع زائد y تربيع زائد 4x ناقص 10y ناقص 7 تساوي 0. سنكتبها بالصورة القياسية. طبعا أول شيء بنخلي x تربيع مع x مع بعض، والواي تربيع مع الواي مع بعض. طبعا عشان أكون مربع كامل أحتاج إلى عدد مع الإكس تربيع والإكس، وأحتاج رقم يكمل المعادلة اللي فيها الواي، وما أنسى أن لما أضيف شيء في طرف لازم أضيفه في الطرف الثاني عشان ما أخل بالمعادلة. شنو بيكون الرقم اللي عندي يا المربع بالأزرق؟ بيكون عندي 4. من المربع الثاني فأنا أقول 10 قسم 2 هو 5، 5 تربيع بتكون 25، إذن أصبحت المعادلة كالتالي. إذن قوسي الأول بيكون x زائد 4، أما القوس الثاني فسيكون y ناقص 5، ناخذ الناقص أو السالب من 10 y، وآخر شيء بيكون عندنا 36. إذن معادلتي إيش بتكون؟ قوس الأول x زائد 2 لكل تربيع زائد القوس الثاني y ناقص 5 لكل تربيع تساوي 36. مركز الدائرة سالب 2 و 5، نصف القطر يساوي r تساوي جذر 36 فتساوي 6. شكرا لحسن استماعكم، ونرجو لكم النجاح والتوفيق.